شوري عم يعاني من الاكتئاب، إذا ضل هيك حالته رح تسوق أكتر. إذا ما عملتي شي ما رح ينفض منه. خالتي، أنا كمان عانيت من الاكتئاب وبعرف تماماً يلي عم يمرق فيه شوريا. كنت واقفة هنيك لما صارت الحادثة. شفتهم مع بعض بالصدفة مرة واحدة، بس كانت بتكفي لحتى أعرف إنه حب شوريا لمهيك مانو طبيعي. بنتي قوليلي أنا شو لازم أعمل؟ خالتي، معي شهادة عليا بعلم النفس وعالجت كتير حالات مثل هي ضمن تدريبي الخاص، ورح ساعد ابنك شوريا بمرضه. شوريا، شو جابك لهون؟ روحي اتركيني بحالي. اهدى، كلنا بحاجة كتف نبكي عليه ومحتاجين حدا يدعمنا. تأكد الأمور رح تتحسن، أنا هون مشانك. ابكي، هالشي رح يريحك كتير ورح يشيل الحزن من قلبك. صدقني، رح أوصف له شوية أدوية وبعد ما ياخدها أكيد رح يرتاح. أمي، بعرف هالشي، بعرف إنه آرشي هي أنقذتني وأنا كتير بتشكر تعبها معي. هلأ هي بتكون رفيقتي بس أنا ما فيني حبها. أمي، مو بس آرشي، ما فيني حب أي حدا تاني. ما هيك كانت كل حياتي وحبي كمان. لهيك يا أمي أنا ما بدي أخون مهك بزواجي من آرشي. خالتي، في مجال تخليني أحكي أنا وشوريا شوي مع بعض؟ بنتي لو سمحتي انتي انزلي وخليكي مع المعازيم وانا رح احكي مع شوريا. هالشي بخصنا وبخص حياتنا، لهيك نحن لازم ناخد القرار الصح. طيب جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.